وبمزيد من المتابعة والتحليل من أربيل ينضم إلينا أخصائي طب الأسرة الدكتور دشتي عباس البستاني. أهلا بك دكتور وشكرا لتلبية هذه الدعوة. إذن هل فعلا خرج الأمر عن السيطرة في العراق ووصلنا إلى مرحلة الذروة أم ليس بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، تحياتي لك ولجمهور الحرة الكرام. في الحقيقة الوضع حرج ولكن لم تخرج عن السيطرة، يعني نحن قلنا من البداية أن عدد الحالات عندما تكون بضع حالات أو عشرات الأمر ليس بخوف، ولكن عندما تصل إلى المئات وآلاف الإصابات يكون لدينا عشرات الوفيات، وهذا ما حصل بالفعل مع الأسف. يعني بالبداية كان الالتزام جيد، ولكن بعد عيد مع العيد عيد الفطر المبارك يعني جرى اختلاط كثير وتجمعات كثيرة وأدى إلى انتشار المرض مع الأسف، وزيادة الفحوصات كذلك كان له دور في زيادة عدد المشخصين. يعني الحديث دكتور عن قضية زيادة الفحوصات الذي ربما يبرر العدد المتصاعد في الإصابات يشير بناحية من ناحية أخرى إلى أن المرحلة الحرجة التي نعيشها اليوم كانت أساسا موجودة منذ زمن. نعم هو يعني عدد الحالات، تشخيص الحالات يعتمد على عدد الفحوصات، ودول أخرى كأمريكا كتركيا تجري ملايين الفحوصات، ولكن لدينا مثلا في أربيل لحد الآن في كردستان 79 ألف فحص أجري، بالنسبة للعراق لا يتعدى 100 أو 150 ألف فحص، لذلك إذا أجريت مليون فحص يمكن أن تكون الحالات مضاعفة. طيب الصحة تقول أنها لم تصل ربما بعد للمرحلة الحرجة، ما هو العدد المطلوب كي يمكن أن نقول عندها أننا في المرحلة الحرجة ومرحلة الذروة؟ يعني يمكن أن نكون نصل إلى الذروة، يعني إذا قارنا أرقام العراق مع أرقام الدول الجوار، مثلا العراق يعني حوالي 40 مليون نسمة أو 35 مليون نسمة، لدينا 10,000 حالة، ولكن السعودية يعني أكثر بكثير، إيران وتركيا يعني 10 مرات أو 15 مرة. لكن يعني دكتور يعني لا ننسى أنها قضية مرتبطة بعمليات الفحص والقدرة الاستيعابية لعمليات الفحص وبالمقارنة ما بين هذه الدول والعراق طبعا. نعم يعني أنا يعني أود أن أشير إلى أن عدد الحالات كثيرة ولكن لم تشخص، فإذا أجرينا عدد أكبر من الفحوصات تكون أعدادنا أكثر، وهنالك ثلث المصابين بدون علامات، وهذه مشكلة، يعني هذا الذي يوزع أو يعني يؤدي إلى انتشار المرض في المجتمع، ولكن لحد الآن الوضع لم يخرج من تحت السيطرة، ولكن نتوقع أن الأعداد إذا استمرت فوق الألف الوفيات تزداد، ولكن ليست خطرة كما حصل في إيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا أو إنجلترا لا سامح الله. طيب دكتور ماذا عن القدرة الاستيعابية في المؤسسات الصحية في هذا التوقيت؟ يعني حسب علمي في أربيل لدينا قدرة استيعابية يعني أكثر من 1000 إلى 2000 سرير، والعدد المرضى الراقدين الآن حوالي 750 مريض، يعني لدينا إمكانية استضافة ضعف هذا العدد، ولكن إذا تسارعت الحالات يجب أن نغير سياستنا من إدخال المرضى من عدم إدخال المرضى الذين فقط هم فحوصاتهم موجبة ولا ليس لديهم أعراض أو حالاتهم خفيفة، لذلك الحال إما أن يعزى إلى علاجهم في البيت ومراقبتهم وعزلهم في البيت أو في الفنادق. طيب. علاجهم في الفنادق. طيب ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت في الفترة الأخيرة من حظر التجوال وتمديد حظر هذا التجوال، إذا كانت لا تجدي نفعا فلماذا التمسك بها برأيك؟ حظر التجوال يعني يمكن أن يعمل به شهر شهرين ثلاثة، ولكننا تعدينا حظر التجوال العام أو اللوك داون، علينا حجر التجوال الجزئي أو يعني العزل المناطقي أولا، وثانيا عدم السماح بتنقل بين المحافظات بدون إجراء الفحص في السيطرات على الحدود بين المحافظات،
والطيران يعني توقف ومدد وقف الطيران إلى العراق، وهذا شيء جيد لأن رجوع العراقيين من الخارج كان له دور في زيادة عدد الحالات الموجبة. كان بيودي بطبيعة الحال أن أتواصل معك في جزئية العزل المناطقي، لكن للأسف وقتي انتهى. شكرا جزيلا من أربيل أخصائي طب الأسرة الدكتور دشتي عباس البستاني على وجودك معنا.